نقول لكم حاجه، ما غاديش نسكت على حقي. عزيز توغار يلقي حكمه لابوليس. دور صاف اي اخر فيه، والشخصيه اللي لعبتها سي سهيله. عرفي لنا الشخصيه ديالك. سهيله هي فتاه جزائريه قويه الشخصيه، مناضله، ما تحبش تسكت على الحق، حبت تجيب حق خاوتها، وحبت يعني توصل الناس اللي داروا الشر طيحهم في يد الدوله. وكيفاش قدرتي تدخلي في الشخصيه تاعك؟ كيفاش قدرت ندخل في الشخصيه؟ كيما عرضوا عليا الدور، درت دي ريغيرش على كيفاش تكون شخصيه تاع صحفيه اللي تكون الفي دي ريغيرش، كيفاش تكون الاخت الجزائريه ماهيش بعيد عليا، لانه اصلا عايشه يعني اخت. تحريت شويه على الفتاه الجزائريه المناضله، كيفاش تجيب حقها، كيفاش الصحفيه كيفاش تتحرى على القضيه تاعها، كيفاش تتحرى باش تكتب مقال. وفوالا. وشنو هي الصفه اللي عجبتك في الدور تاعك؟ صفه نحبها في سهيله، نحب سهيله مع خاوتها، ونحب سهيله اللي ما تسكتش على الحق، نحب سهيله الشاطره الفحله، باسكو انا في شخصيتي تاع الصح ما جباش سهيله. طبيعتي انا كي يغلطوا معايا الناس ولا هكذا ولا نشوف عفايس ما نحوش ندخل بزاف في المشاكل، دونك جيفيت لو ماكسيموم. والصفه اللي ما عجبتكش في الدور تاعك؟ صفه ما نحبهاش في سهيله، في سهيله عندها لافونس، تصدم بزاف، تتقلق بالخف، راسها يابس، دير غير واش يقولها راسها. هذه صفه شويه اللي ما نحبهاش تكون في سهيله. افضل مشهد لعبتيه هذا العام؟ افضل مشهد جاز، ديجا كاين اللي جاز وكاين اللي مازال. مشهد جاز اللي انا وكادر من انونسي له باللي ريم تزوجت. كاين المشهد الثاني تاع سبيطار، انا وحسن كي نروح نعزيه في اخوه كامل ويقول لي مانيش حاب نزيد نشوفك. وكاين المشهد تاع العركه انا وخساني، سيتي لا بروميير سيكونس تاعنا، وشغل كانت عركه تاع بصح، وشغل انا ما نعرفش لو جو تاعو وهو ما يعرفش لو جو تاعي، مي سيتي واحد لا كومبليسيتي مانيفيك. وشنو هي الحاجه اللي جاتك صعيبه في الدور تاعك؟ حاجه جاتني صعيبه نورمالمون ما كاش. واش جاني صعيب؟ لا سيكونس الاولى تاعي مع جميل عراس كو جو سالو، كانت شويه صعيبه. هي ماشي صعيبه برك، كنت شويه ستريسي باسكو ما نعرفهاش، وسيتي لا بروميير فوا، مي الحمد لله يا ربي جات هايله ونسلم عليها نقولها نحبك. شكون هي الشخصيه اللي تفهم معك؟ كاين بزاف، كاين دريو مون فريغ، عيسى، كاين ياسين خساني، كاين حسن، هذو هما، ميم احلام زهره حركات كنت نتفاهم معاها تاني.